بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نكي إن كتابنا خلون بنكون عمدة الشرح تنبيه الأفهام، شرح عمدة الأحكام باب التشهد. نكي تشهد تلقى بنكون قنون لسه كتاب الصلاة لما نكون، لكن باب فرعي، باب داخل جنين، باب التشهد. التشهد يخي التحيات جن، ما هم التشهد قصير قارنوا جنك إن حديث وهب انت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب يستتين كدو شرح نرخص قارنوا جن من يدنب كدو فينا وريم فوائد الحديث وصل لقش قارنوا لهم جن. التشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمراد هنا قول التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعد على الكل، لكون التشهد أهم ما فيها من باب إطلاق، يعني لا دونتك مك حاجات يعني جزء جرب سو منه وما نيتك شنستو، لا دونتك لا جرب رو يعني قريب شنرو، ولا دونتك لا قريب جرب رو لا خراي شنرو. عشان كده يوخ إطلاق البعد على الكل، لكون التشهد أهم ما فيها. طيب الحديث الأول ورا يكون الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. الصيغة حقة التشهد نين قلنا وين رجن التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نين قلنا التحيات التشهد استراري التحيات قلنا نها بريها أنتتي، يعني الجلوس الأول للتشهد الأول اللي ينرك حد منقول ورسي أخواكنا اللي ينرك حد سليس نسي أخواري تلقوا قلنا جاب يناخل له كودو سلام جاب التشهد الأخير الجلسة الأخيرة صلاة لدي نقول له نين قلنا تشهد رياء التحيات قن صلاة لي أكدو ركون قن ما نروخ ضروري قن ومهم قن جدا دام نقول الله ساخل صحفة درو الله شاخ إنها نابر انت لسانك وهابر يستطين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحديث نيث نتشهوتي مرديبو وروي خنلو نخبرنين ونعص خنلو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلد الرسول تلد ونقر خون لنا الأخراسك ونركاس خون له وقاس يخون لديبنا نيلد ندير 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 فرو سلف نحد يسي الرسول تلد أدخل له نخبر سأدخل يخي صحابيرا رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يشتب نا عبد الله بن مسعود يخي قريخ فضل كم يخون قريخ أكان كم يخون تاريخ إسلامه لي منا سبت ند نيتر كدو وقتوغ إيجي أرنو ديبو وأرنو اللو كدو أونقن جرب دكنا ناني خي الأخوة قال نول أن عبد الله بن مسعود أونجن هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه الهذلي رضي الله عنه أسلم قديما وكان سادس رجل في الإسلام وهاجر الهجرتين. عبد الله بن مسعود نا فلان فلان دخلقين نسانك نابي نيا قروة والتر رقوخ
اسلام لي سلف اسلام تولد ني 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 رقم ني تراق ني شيبا والتر ارقوخ ان شيب تولد سلف تولد نمرة واحد ينان لا اخلي ينس يخوي ينونسك ان والتر اسلم اخو قر ولد نقن والتر قر ورقوخ عبد الله بن مسعود ولينه جرسك هاجروخ انك لغلام معلم وقال من سره ان يقرا القران غضا كما نزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد بقراءه ابن ام عبد يعني عبد الله بن مسعود خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب سواكه ونعليه ووساده قال حذيفه رضي الله عنه ما اعرف احدا اقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود شهد قدوة بدر وما بعدها وأجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة 32 نين ابن مسعود قن نكل قلام معلم يخليبه دنبرون قد النبي صلى الله عليه وسلم يخ من سره أن يقرأ القرآن يعني جربيه راح يسترو أقسترو اطمئنان أخرأ قلوب لسق على دو قرآن سقما سنك طري يعني ندهم بقديبه جديد تكيخ قما سنك يرباه قرآن سي ابن عبد نينها نينها ابن مسعود تقصدك أبو عبد الله ابن مسعود نلد واسين يقول صلى الله عليه وسلم أن صورة صلى الله عليه وسلم قدموا نرقوق ني يقول تمسر شاق رقوق ني سواكسي شام ففنيو سهر ني قدو ما تأرث نيو سهر دكور نيوكسي ناتك عبد الله ابن مسعود مخرول لهم رقوق اعتنى يؤبهم رقوق تكول لهم رقوق ني يقول تمسر أخم قال رقوق ني شام ففسير أخم قال رقوق قدو ني سنك مقدسي دكوري نوكسيين نما تأرث نيوكسي قال رقوق ني عبد الله ابن مسعود قن وحذيفة يا أخي وريا كنديبو رضي الله عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود يعني نين شهادة حذيفة بن اليمان الناس حابرنا الشهادة حقون له كدو عبد الله بن مسعود غزوة بدر معركة بدر لحضر حقون نردون بقول كده معارك أري وحضر نقر قنينيتا جار وفق له أبو جهل تقاق أمة أخبرني وسقرج له أدول له مقر له النبي صلى الله عليه وسلم تلنا عصاقون نسحابيرا نبطل نفهر سنين نأخبرني ناتك النبي صلى الله عليه وسلم تلنا عصاقونا نتقال ده جربك ممكن وانتر له تفسير قال ده شاخور أنت الناس تقول كتاب سيرة تولد نا عبد الله بن مسعود قريب تاريخ شخارو قريب تاريخ أخبر سمو قراء قريب تاريخ فإذا تنبقوا ديبو إسلام لاو نالدقن وأجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تولى القضاء قاد الغوخ يعني مسؤول قضاء ورغوخ قدوني سنك نعم بيت المال نعم مسؤول اقتصاد مسؤول مالية وزير مالية يعني سادة فاوستنا نعم ولي نرقبل عكاوستنا بيت المال شخار غوخ في الكوفة عراقلي عراق بتر كوفة استراري على أحد عمر بن الخطاب أمير المؤمنون وانونسك نوكت نيسن درا قضاء سير شخار قوخ بيت المال سير شخار قوخ ونيسان قدو خلافة عثمان نخلق لي منبرتو يعني رقوخ نيل خلافة عثمان دو أخراس رقوخ دمبر عثمان مدينة لي شموخ لو نرى مدينة لاخ يقولو نيا سنة سخوران دي لينا هجرة لد نيل كروقنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه موضوعنا حديث خوري القابح قن بيان كيفية التشهد وموضوعه من الصلاة وهبنا سنكون التشهد دي ورنق معانا نرو كدو ان اكان نرو ان صلاة لد منزلة نرو صلاة لي ورنق منزلة نرو ينخين تشهد الأخير ركن قن ضروري قن أي إسلامة سلي صمومن حفظ رولا أرقل رولا ما النبي صلى الله عليه وسلم يا سنك الله ناس حابتا نقل ناس سنك الله ينالق سي ناس سنك ينو الله حفظنا بأهتمام سينو بأعناية ارتشقتين لد وليغ
هنا سلاسلي هنا عبادسي لسنا سردقن كذا جلب سردقن كذا ركن سلات لدقن. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقلقنني يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم خوي دوي خوي درس دخوي يكون كو نان تتنيوا وكفي على كفي يعني نابي نان تتنيوا شخولو مرقوه نان نيوس شخولو انسان نان تشاخنك سنعس دويرو كنهابي معناها لبغا قمدم خوخرو كغن تكس دويرو كغن نموضوعني موضوع مهون اكن لا شخو كنالد ما شاء الله ادوكا دوكد وهوكا وري ناس قام دب كوانونسك شخو كوانونسك اهتمام نال اللي أنا فرد كل لاجس فرنو قال ده تناني وصحابنا نال لاجس انسجامهم بو أقولهم خير إن كلو خير شخم بو معناه نيزنجن الإنسان نشكر قص تلو جرب عصنتي اهتمامد لبها جمدرو كو كل حد كقول نيدكد كل لبك نيدكد ولا خل الأكرن يعني نيزنج بالضبط استفيد لهم كجراسك وقت انتي روسي لسه قص تديبو كجراس رك منين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهب اهتمام رجوهن ني صحابته وهب كذا حرص رجوهن يقولوا وهب مرة واحد قوحان رجوهن يقولوا إن صحابة إن دينسي يعني نجرب يسألك الدنيا منه خاصة صلاة لي وريق النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا صلوا كما رأيتموني أصلي ينيخه نني طبقنا جربنا خرجن صلوا كما رأيتمون وصلي نين طبقنا لجربنا حرقنا عمليا سيدون لجربنا كن جربنا كن كذا جرب ده كنا كذا واجبين حقنا سينو ورا يكون كهن عبد الله بن مسعود ولا يدنو شارحنا حديث سهلي عرب دوارنا ولو نيسان كذا فوائد حديث سهلي دوارنا ما بجاخدكين بجاخدكين ديكم نهيت دونا يكون كو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة واعتنى بذلك حيث جعل صلى الله عليه وسلم كف ابن مسعود رضي الله عنه بين كفيه ولقنه إياها إياه كما يلقنه السورة من القرآن ثم بين ابن مسعود ذلك التشهد بقول التحيات لله إلى آخر الحديث إن قلنا سنك لمانا وإنما اعتنى صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد لما يشتمل عليه من تعظيم الله ورب كن ذي التشهد أو تعظيم الله وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله والتسليم والترحم والتبرك عليه صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلية والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض وأن تشهدا كهذا لجدير بالعناية وأن يكون فرضا على كل مصلي وفي اللفظ الثاني بيان مكان التشهد في الصلاة وأنه في حال القعود وإباحة الدعاء بما شاء بعد ذلك تشهد بعد تشهد قال ندم بي يسندم بي قدو دعينا دعاء اسنان أكان مناسب جن التشهد الأخير كفي نوان تنونسك سلام يقنير جاب تحيات الدونة دنبي دعينا كمان خير جن وزيادة بركة طوغن نحدي سنين لفوائد ورهم بكون ديبو نحدي سنين لدهابنا فنكون أن كيفية التشهد في الصلاة التحيات لله كيفية نرغ واخر يدقن وين لقن التحيات وهابنا انتتين الحديث لي النبي صلى الله عليه وسلم يسنك الله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني كيفية نرجع دمبرن قدو محل التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وبعد الركعة الثانية في الثالثة والرباعية أيضا كذلك ما نيسنك يعني ووجوب هذا التشهد في الصلاة وأن تشهد بغيره مما صح النبي صلى الله عليه وسلم جاز يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت قلت بألفاظ وأنا أقول كلمتين كلمة نان يوز المخالفة لكن النبي استوى أكن النبي تورد أكن أشكال شخلا يحقون قدنين فائدة من ضمن الفوائد استفيدنا وقلنا له حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بذلك أهمية هذا التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود كما يعلمه سورة من القرآن مع الإمساك بيده فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده
جواز الدعاء في الصلاة بعد أحب ما يكون ما يمكن إثما. طيب ورنقن نين نجابنا ينا أول عبد الله بن مسعود أكان شاف النبي صلى الله عليه وسلم علم كل كذا قرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سرقه كذا دمبرون كذا ألفاظ يعني عام فريد كذا ينول لهم شاف نخن كذا لا خد يستو ناتك ناتك عمامك ناتك استفيدك نين نوتك وفوائد فينا من بنكون إن جرب سخوني وإنجار نموضوع سنين ينول جنسانك بيان كيفية التشهد وموضوعه في الصلاة نية القابر قحكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله.